السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم اليوم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم غادي نتكلموا على الطاس وين يعيد فتح ملف فضيحة رادس من جديد، ويستدعي هذا الطرفين الثلاثة الحاكم، يعني يستدعي المراقبين تاع الفار، يستدعي الممثل تاع الفريق تاع الوداد تاع المغربي، ويستدعي الفريق التونسي. هذه يقولوا باللي ودي تونس لعب وين شنا، كيفاش هذا الخبر المفاجئ من المحكمة الرياضية للطاس التي أعادت فتح الملف نهائي دور أبطال إفريقيا سنة 2019 ومباراة شهيرة بين الوداد الرياضي والترجي التونسي. الناس كاين اللي يقول لك، أنا يعني عارف بلي كاين اللي يقول لك بلي هذو لعبوا وصايك الترجي التونسي ولعبت كأس العالم تاع الأندية، وراني معاك. أنا بنجيكم على حاجة برك، كيكونوا عندك رجال ما يسمحوش في حقهم، كيكونوا عندك رجال ما يسمحوش في حقهم. هذه اللي راني نهضر عليها، مانيش نهضر على ديغو مارادونا، ديغو سلعة تاع مارادونا صاحبي، راني نهضر لك على قضية تاع رجال، قضية كيكونوا عندك ناس واقفين يخلعك، يرد لروحو حقه يجيبه. حنا اللي هنا عندنا حقك هكا نورمال، الناس مطفية الضوء كاش اللعب، ناس مطفية الضوء سي بون صعيب العب، تعال العب برك. عندنا ناس لهنا اودي العب وخليفتك على ربي، تعال العب وخليفتك على ربي، هذو الناس اللي عندنا حنا. ارى الوداد، انا واحد من الناس سيبورتي الترجي، سيبورتي الرجاء، كاين ليكيب ناسيونال، كاين سيربي، كاين الرجاء، وفي اوروبا تجي الريال، كاين ليكيب ناسيونال داخل الجزائر شباب بالوزداد في العروق تاع الدم، في العروق تاع الدم، خارج الجزائر الرجاء قلبو رب، وفي اوروبا الريال. هذه هي اللي نعرفها انا. بصح انا نحضروا لكم اليوم، جبنا لكم هذا الموضوع، ناس في الطاس اي تخدم باش ترد الاعتبار، وشلنا المباراه تاع المباراه فضيحه في اللي صارت في تونس، فضيحه نورمالمون فضيحه هذيك تعاود، ونورمالمون بنت فالا تاع الوداد وين حقروا الوداد، نقولوا باللي التوانسه حقروا الوداد، الفار ما يمشيش بزاف صوالح. راك تشوف كيفاش كواليس كي صعاب في لافريكا صاحبي، راك تشوفوا كواليس، انا كي نقول لكم شوفوا كواليس كي دايرين، راك تشوف كواليس معزوزي، راك تشوفوا كواليس كي دايرين. بصح اللي عنده رجال، حنا العام اللي فات بغاو يعشوها لنا، فين الترجي كيما هاك حقاره ترجي، ويبغاو يلعبوها لنا شباب قسنطينه، بغاو يلعبونا ويكلوا. هذا اللي راه قاضب ضروك شباب قسنطينه، محامي هذاك اللي كلفاته الشباب قسنطينه العام اللي فات، وين ادى الوثائق كلش للحاج محمد راوراوا، وسيد الحاج محمد راوراوا رجع حق السياسي، رجع لهم حقهم، جاب لهم حقهم. وين الناس اتصلوا بعرامه وقالوا له قول باللي زدتي يا ودي، الراجل والزايله الزايله صاحبي، مش كيف كيف. حنا اللي هنا في الجزائر نقول لكم حاجه، الحمار ديناه يلعب مع الخيل، الحمار ديناه يلعب مع الخيل، ديناه للسباق، والعود الحر رديناه يحرث، مربحنا حرث مربحنا سباق، خسرنا زو صوالح. حنا عندنا هنا في الجزائر نطلب من الحكومة النقطة الكبيرة مازال ما روحتولهاش، وهي كرة القدم. النقطة الكبيرة نطلب من الحكومة النقطة الكبيرة
كرة القدم في الجزائر مستو ما خربتوش، لازم هذيك الأولى، هذيك هي العصابة الكبيرة، أكتو الوداد، تديك الغيرة، شو الرجال كيفاش يخدموا، أكتو كيفاش يخدموا، تديهم الغيرة، وأنت ماشي تحسدهم، نحوس نغير كيما هما يكونوا عندنا رجال، يخموا كيما يحموا الأندية، رجال. كما نقولوا حنايا واحد بريزيدون تاع الوداد قال بالوداد يعرف كاع القوانين، حنا لهنا بريزيدون مخير فيه لهنا البريزيدون زاتشي بروحه، الناس اللي مع زاتشي والرؤساء النوادي تقول له دير لي بيلو ما يعرفش بيلو، والله ما يعرف يقرا بيلو، والله ما يعرف يدير بيلو، راني نقول لكم انا نقول لكم والله ما يعرفوا يديروا بيلو، والله ما يعرف يقرا البيلو، قالبين أندية يتلاعبوا بأموال الشعب، يتلاعبوا بأموال الشعب، الميري مد، الدائرات مد، الولايات مد، أموال كامل، يقلع لك مني يقلع مني يقلع مني يقلع مني يقلع المعوق تاع الاحتياجات، يقلع منا يقلع شوية مني يقلع منا، وأعطي الواحد يبلوك أمورتي البالو بالتيبيا ويدخلوا يصفقوا عليه، وعجبتهم. والله ما ندخل نصفق عليك، والله نصفق على ليكيب ناسيونال بركة وديها، هذا مكان نبغي السياربي بصح نصفق على ليكيب ناسيونال، قلبي يزرني على ليكيب ناسيونال، هذا مكان والله ما ندخل نصفق عليك ودي 300 مليون 400 مليون تديها تدخل نصفق عليك، مانيش حاسدك بصح ماشي حقكم تدو هذوك الدراهم، ما عندكمش القيمة وما عندكم حتى كيما قلت بروجي باش تدو، كون نقولوا احنا رانا نصفقوا عليك الناس تشجع فيك باش تروح تلعب في ليكيب ناسيونال نصيبوك، راني معاك بصح ما تستاهلوهاش، ما تستاهلو والو نتوما، ما تستاهلو نتوما نورمالمون تلعبوا كريدي، سبحان الله هذه حقيقه نهضروا بها. شو رجاله كي تشوف الوداد بريزيدون تاعهم شي واحد اخر يقول لك راحت بصح لا، يحوس يجيب يرد الكرامة للنادي تاعه، خاطش بزاف غادي يهضروا يقول لك يا ودي هذو لعبوا، لا بصح ترجع للوداد، القانون في صالح الوداد، عندهم رجال، عندهم رجال، ماشي كيما حنا قتلنا كاع رجالة توانا، خاطش يقول لك كيما قال لك الرئيس تاع مصر، قال لك عندما تقتلون أسودكم فانتظروا الكلاب تفترسكم، حنايا بالك شفتو راني درت لكم فيديو كيفاش كانوا يكذبوا، يقول لك حنا الحاج ما خلاناش اطارات ما خلانا والو في الاتحاد الافريقي، كانوا يكذبوا نورمال، الناس تكذب نورمال، كنا نقول لكم لا راكم غالطين، تربي ولا يكشف فيهم، الناس كانت تكذب نورمال، الحاج خلاها 12 قالها مراد بوطادين، ما قلتهاش انا مواطن بسيط، قالها مراد بوطادين خلاها 12 في لافريك، قالوا قلعوا ما خصناش نديروا، قلعوا قلعوهم كاع باش يكون على بالكم، حنا قتلنا اسودنا باش ياكلونا الجراو، الجراو هم ياكلوا فينا، دروك ما عندناش على بالك، اش نقول لكم دروك كي يساهموكم، كي يساهموكم الناس يتامن يتامن بالمنافق والكذاب والبرعات، كي نقولوا لكم راك تشوفها ها رجالة وداد، والله ما نخليك بهاني تاع على بالك جا يقول له تما ما نخليكش هاني، نقعد ندقدق نقعد نتبع فيك الطعس، شنو هاي وين هاي الطعس هاي هاي وين هاي الرجالة اللي تخدم مع صاحبها هاي وين هاي. خبر مفاجئ من المحكمة الرياضية للطاس التي أعادت فتح ملف نهائي دور الأبطال إفريقيا لسنة 2019 ومباراة المباراة الشهيرة بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، عرفتوها وين في فضيحة رادس من جديد، ويستدعي هذا الطرف الثلاثي، عرفتو كيفاش الناس اللي تخدم بلادهم صاحبي، والله ما خليك تفرح تاع ما خليكش تفرح، ما خليكش تروح تلعب تروح من نفسها، ردك باللي خاين، ردك نكشفك امام الشعب باللي انت خاين، باللي انتوما خونتونا لاكوب انتوما ليك ما تستاهلوهاش، وانا راني مع الوداد ما نكذبش عليكم انا مع الوداد، خاطش على انتوما كنت جيتو تعرفوا
اي خلينا من السياسه الفوق، التوانسه في السياسه يبغوا السياسه، منا المغاربه مع السياسه تاعهم وتاعنا، منا الله يسهل عليهم. انا نهضر في كره القدم، انا في كره القدم راني مع مع المغرب. تونس انايا نعقل 2004 كتلونا انصار تاعنا وشناهم كيفاش في النشيد تاع كره اليد، في النشيد ميجا النشيد تاعنا داروا اشهار وما فوتوش النشيد تاعنا. سلام.